اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم جزاف ظهرية محلل ومدرب معتمد في هذه الشركة. بهذه الجلسة حاب اشرح شوي صغيرة بعض التحركات واذا بدكم التقلبات اللي عم نشهدها على سوق الفوركس. فبهذه الحالة ومع افتتاح شمعة سنوية جديدة بدي اعرف شو الفرق بين افتتاح شمعة شهرية، افتتاح شمعة اسبوعية يومية وشمعة سنوية. مثل ما بتعرفوا انه احنا كل افتتاح شمعة بدل على اذا بدكم سيناريو مفترض وسيناريو معين اللي هو ممكن يعطينا تقلبات. خلينا نقول بعض الشيء. هلا التقلبات اللي بنشهدها على كل شمعة بكل بساطة، إذا في حال بدي أخذ شمعة يابانية، أوكي؟ الشمعة اليابانية لما أفكر فيها عند افتتاح هذه الشمعة اليابانية نتوقع أن يكون عندي بعض التقلبات بارتفاع وانخفاض. إذا بدنا ناخذ نحن كل شمعة على سبيل المثال شمعة الذهب، الشمعة اليومية خلينا نقول، أوكي؟ خلينا ناخذ شمعة يومية على أسعار الذهب لنشوف التقلبات اللي ممكن نشهدها أو ممكن نتوقعها من وراء إذا بدكم افتتاح هذه الشمعة. هلا اللي عم بجرب اوصلكم اياه انه عندنا شيء اسمه ويك. مع افتتاح هذه الشمعة، عند افتتاح كل شمعة نتوقع انه يكون عندي ارتفاع وانخفاض ولو حتى ما في عندي اتجاه عام واضح. شو يعني؟ خلينا نعمل زوم ان. اوكي، خلينا ناخذ على سبيل المثال الشمعة اللي هي بجلسة اليوم، هذه الشمعة الأخيرة باللون الأخضر بجلسة اليوم. عندي هذه الشمعة طبعا اللي مسيطر عليها فريق الثيراني اللي هي لانه باللون الاخضر. عند افتتاح هذه الشمعه اصبح عندي شيء اسمه ويك من ميله تحت وويك من ميله فوق اللي هي يعتبر الشادو اذا بدكم، او سيطره فريق الدبب لفتره بسيطه ومن ثم سيطره فريق الثيران عن جديد. هذه الويك او القاعه تبع الشمعه اللي هي بتسجل لي ادنى مستويات الشمعه واعلى مستوياتها، هذه الويك اللي عم بتكلم عليها موجوده بكل شمعه امامكم. مثل ما عم بتشوفوا على رسم البياني عندي الويك من ميلة فوق ومن ميلة تحت على كل شمعة يابانية إن كان تابع على فريق الدبب أو لفريق الثيران. هلأ هل يا ترى مع افتتاح هذه الشمعة السنوية ييرلي كاندل، بعرف أنه نحن ييرلي كاندل منا موجودة على الميتا تريدر، نحن كحد أقصى ممكن ندخل على رسم بياني الشهري، أوكي؟ ولكن بالنسبة لنا طبعا عندي ييرلي كاندل موجودة عندي على رسم بياني معين، ممكن نشوفه على سبيل المثال على تريدينج فيو أو حيلا ويب سايت أو موقع تابع ل طبعا الفاينانس او تابع لسوق المال. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بالجميع. انا طبعا بدي اتمنى لكم سنه مثمره وتكون يعني بالتداول اكثر من رائعه، وان شاء الله نكون نحن على قد التوقعات بتحاليلنا اليوميه وطبعا بتغطيتنا اليوميه وتكون مفيده لكم. لكن هذا افتتاح السنه الجديده بتكون تعرفوا انه عندي تقلبات وفولاتيليتي غير متوقعه. فعند افتتاح هذه الشمعة يعني على سبيل المثال إذا أنا أخذ اليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة، عم بتشوفوها أمامكم هلأ اليورو دولار، عم بتشوفوا أنه عندي اتجاه عام نتوقع. على سبيل المثال نتوقع إذا في حال كان عندي خلينا نقول سيناريو مفترض على رسم بين الأربع ساعات، إذا عندي سيناريو مفترض ممكن يكون عندي انخفاض من هذه المستويات على سبيل المثال، ممكن ما تكون موجودة في البداية أو ممكن ما نشهد هذا الانخفاض في البداية لأنه طبعا عندي إذا بدكم بعض التقلبات لافتتاح الشمعة السنوية. يعني عندي خلينا نقول هذه المنطقة الأفقية اللي عم نشهد فيها تقلبات لزوج اليورو دولار، هيدي أول منطقة ككمم، أوكي، وككعان عم نشوف أيضا تثبيت مستويات 112.80. هذه الفولاتيليتي والسايدويز موفمنت أو المرحلة الأفقية بين مستوى ال 112.80 لمستويات ال 114.80 هي المستويات المنتظرة للعملة الأوروبية الموحدة لتضلها بهذا الرينج. طيب إذا في حال نحن نتوقع اختراق قاع معين، اختراق مستويات ال 112.80 وتكملة الاتجاه الهابط لليورو دولار لزيارة مستوى ال 109 أو 108، هل يا ترى مع افتتاح هذه الشمعة السنوية رح نقدر دغري فورا نبتدي بهذا الاتجاه المتوقع؟ طبعا لا. ممكن على سبيل المثال نبتدي بالارتفاع في البداية، يعني نرجع نطلع نسجل مستويات ال 114.80 115 116 ومن ثم نبتدي بالاتجاه الهابط. ليش؟ اللي عم جرب لكم اياه الشمعة السنوية بدها تاخذ مجريها، بدها تفتتح هذه الشمعة بدها تبتدي بالارتفاع والانخفاض لتسجيل هذه الويكس او اللي ابتديت فيه او هذه استراتيجية اذا بدكم اللي فرجيتكم اياها في البداية في بداية هذه الجلسة، على انه كل شمعة بده يكون عندها ويك معين، اوكي، اللي هي تسجيل اعلى مستويات الشمعة. فهذه الويك خلينا نعتبر رسم بياني، رسم بياني سنوي، اوكي، بهيدي الحالة نتوقع انه عندي تقلبات في البداية بالاتجاهين الصاعد والهابط قبل ما ناخذ مجرى او الاتجاه العام الرئيسي اللي نحن رح نسيطر عليه اذا بدكم خلال هذه السنة.
هلا بفتكر وصلت هذه الفكره. هيدي بالنسبه لليورو دولار. بالنسبه للعملات الرئيسيه الاخرى خلينا نمر عليها اشوف شو عندي بعض التحاليل. يعني عندي اسعار الذهب على سبيل المثال على الرسم بياني اليومي، من المتوقع وباستعمال موجات اليوت اوكي كنت توقعت انه ممكن يكون عندي بعض التحاليل التقنيه اللي بتدل على ارتفاع هذه الموجه، وايضا تعتبر موجه تصحيح بنفق ميل على ارتفاع. يعني اذا عم تشوفوا امامكم هذا النفق الميل على ارتفاع تم اختراقه من ميلة فوق، اذا بدكم في سنة 2018 اخرها هلا بشهر ديسمبر تم اختراق هذه المستويات وعملنا اكستنشن وامتداد. عادة الموجة الخامسة اوكي في المعادن خاصة والسلع، الموجة الخامسة بتعمل اكستنشن او امتداد لانه بكون عندي اذا بدكم فوليوم فيها اكبر من غيرها اوكي، والسيولة او ضخ السيولة فيها اكثر من غيرها. فمع باستعمال موجة اليوت وطبعا باستعمال خلينا نقول هذا الرسم البياني اللي هو رسم بياني اليومي، عندي موجه رقم واحد، خلينا نغير اللون الاحمر للون الازرق اوضح بفتكر بتكون، عندي الموجه رقم واحد اي بي سي، موجه رقم اثنين، موجه رقم ثلاثه الضخمه اللي انتهت قرب كعان مستوى 1155 وابتدينا بالاشاره الانعكاسيه. هل يا ترى هذه الاشاره الانعكاسيه قد عطتني اشاره شراء على المدى الوسط للطويل؟ طبعا لا. بعد يعني عندي مستويات مهمة لازم يتم اختراقها مثل مستويات خلينا نقول 1320، هذه المستويات لما يخترق الذهب ونبتدأ إذا بتكون بالتداول فوق هذه المستويات لفترة زمنية محددة ممكن توقع تكملة اتجاه الصاعد. ولكن طالما نحن بعدنا تحت سيطرة فريق الدبب ولو حتى بالارتفاع على أسعار الذهب، تحت سيطرة فريق الدبب وبعدنا تحت موجة رقم واحد اللي هي تقريبا عم تداول بقربها هلأ اللي هي قاع مستوى 1284 لموجة رقم واحد اللي هي لازم تكون قمة موجة الرابعة بقوانين اليوت ويف. الموجة الرابعة اللي هي هلأ مفروض تكون موجة رابعة بالذهب ممنوع تلتف مع الموجة رقم واحد، يعني ممكن كحد أقصى القاع تبع موجة رقم واحد يتلامس مع القمة تبع موجة رقم أربعة، وهذا هو السيناريو اللي عم بتكلم عليه أنا هلأ بالوقت الحالي، على أنه امتداد هذه الموجة وباستعمال فيبوناتشي إكسبانشن رح ندخلها هلأ، وصولنا لمستويات 1284 هو ملامسة القاع طبعا موجة رقم واحد. فبهذه الحالة أتوقع كحد أقصى يكون عندي اكتفاء بهذا الارتفاع لأسعار الذهب على هذه المستويات وبداية موجة هبوط للاتجاه طبعا لزيارة مستوى 1120. 1120 هو الهدف لإلنا أوكي، هو الهدف لإلنا إذا في حد نفكر على المدى الوسط للطويل، طبعا مش بجلسة وحدة رح نبتدي هذا الانخفاض. هلأ إذا بنرجع ناخد سيناريات أخرى، خلينا أعطيكم سيناريو على أسعار الذهب أيضا باستعمال في برانش إكسبانشن، ولكن كنت حابب بس ألغي هذه المؤشرات الموجودة عندي بكل بساطة. هولي ما بعرف إذا بعض الأشخاص بيعرفوا يدخلوهم، هذه كمان أيضا مهمة جدا، الانديكيترز أو هذه المؤشرات اللي عم تشوفوها أمامكم اللي هي السبيرل وهذا المؤشر اللي هو الأوسييتر او الجي سي، هذه مؤشرات معدل عليها اوكي، وطبعا بقوم بتعديلها بعض الاشخاص اللي هن تابعين لا اذا بدكم خلينا نقول للاكسبرت او الاكسبرتس الموجوده على منصه التداول. شو يعني؟ يعني بكل بساطه بتفوتوا على الكود بيست اوكي، على الكود بيس ميلي تحت عم تشوفوها امامكم هلا على سكرين او على الشاشه، وهذا الكود بيست اوكي هو بيعطيني سكريبت او كالكوليشن موجوده عندي لندخلها على رسم البياني. شو يعني؟ إذا بنضغط هلأ على السكريبت خلينا نقول automatic running على سبيل المثال break down flat، نضغط على هيدا MF break down flat، نضغط عليه مرتين أوكي، أو خلينا نعمل right click، ما في لزوم نضغط عليه مرتين، نعمل right click download، بتشوفوا شيء أمامكم اسمه download، نضغط عليه أوكي، نضغط على download تطلع امامي هذه الشاشه هذه السكرين اللي هي بريك داون فلات، هذه استراتيجيه مصنوعه من احد الاشخاص ومعمل لها ابلود على منصه التداول على ميتا تريدر. انا متداول ما بعرفه لهيدا الشخص، بشوف هون كل التحاليل الموجوده اوكي، طبعا في انه الريتنج بتشوفه في عندي نجوم، بتحطوا الريتنج الاعلى وبتنقوا لتكون استراتيجيه ناجحه وبتضغطوا اوكي. لما نضغط اوكي على الانديكيتر بصير مدخل عندي وموجود عندي على طبعا الشاشه امامنا مثل ما عم تشوفوا هلا الاوسييتر والجي سي والى اخره. فبهذه الحاله طبعا ممكن يطلعوا هون عنا الاكسبرت ادفايزر ونعمل لهم ايضا دراج على الشاشه
ونبتدي بالاوتو تشارتس على سبيل المثال. فعندي كتير امور وكتير خلينا نقول تقاليل تقنية وبعض المؤشرات ممكن نضيفهم على الرسم البياني. اوكي، على سبيل المثال اوتو تشارتس. اوتو تشارتس هو من التحاليل او من خلينا نقول الشركات اللي اذا في حال بدنا نسجل فيها بدنا ندفع. شو يعني بدنا ندفع؟ يعني بدنا ندفع مبالغ طائلة، شركة تكمل مأمنتها لعملائها طبعا بلاش. شو يعني؟ يعني على منصة التداول بكرة بعمل لكم جلسة بعلمكم كيف من موقع تكمل بنعمل داونلود او بنحمل الاوتو تشارتست، ومن وراء تحميل هذا الاوتو تشارتست بنضغط ضغطة وبنعمل له دراج على الرسم البياني، بصير عند الاوتو تشارتست بيطلع امام الرسوم البيانية. على سبيل المثال عم نشوف امامنا WTI D1 يعني تابع على اسعار النفط، كاتبين لبيج موفمنت يعني في تحرك ضخم. بكبس على الفيو، اوكي، فيو WTI، اوكي، المفروض هلا يفتح رسم بياني النفط. اوكي، هل انتم ممكن تعملوا فلتريشن؟ عندي ثلاث كبسات بميلت فوق مثل الكره الارضيه، وهذا القمع او الفلتر فيها نضغط عليه ايضا نعمل فلتريشن للرسوم البيانيه اللي انا بدي اياها واللي ما بدي اياها طبعا. هلا هول الفلتريشن او هول عفوا الاوتو تشارتست الموجودين عندنا، خلينا بس نشيل او نغير رسم البيانه اقله. بفتكر عملوا لايكو كيف عطوني نيكست دي 1، وهيدي من الاوتو تشارتست، هيدي النيكست دي 1 اللي عم تشوفها امامكم، هيدي نيكست دي 1. عم بيقولوا لي الهدف من ميلة تحت والهدف من ميلة فوق على اسعار الذهب، اذا في حال طبعا بده يكون عندي اتجاه او خلينا نقول ارتفاع عند ال 1293 هي اول مقاومة ممكن نواجهها، وطبعا من ميلة تحت ل 1275.63 هي المستويات المنتظرة. عم بواجه شوية اذا بدكم بطء بالميتا تريدر لانه اصبح عندي كتير مؤشرات مدخلة. اوكي، ليكو لاي ساعة فتحت الفلتر اللي قلت لكم ممكن انتم تحددوا فيها الرسوم البيانيه اللي بدكم اياها او ما بدكم اياها. بدكم خلينا نقول لان هون بتلاحظوا عنا H4 daily 15 minutes، ايضا ممكن يكون عندي بعض التغيرات او نلغي ال 15 minutes اذا بدك تتداول انت على المدى الوسط الطويل، بتخلي الرسم البياني اليومي والاسبوعي. وطبعا اذا انت مضارب ممكن تعمل اذا بدكم فلتريشن لتخلوا ال 15 دقيقه او الساعه فقط على سبيل المثال. هلا لكن نحن قلنا اذا في حال بدنا نشوف WTI ضغطنا على الفيو وافتتح عندي رسم بياني النفط WTI لحاله بيفتح. هلا طول شوي ليفتح ولكن لحاله. اوكي، عم بتشوفوا انه عم بفرجونا انه عندي بيج موفمنت وانخفاض ضخم، فنتوقع من هذه البيج موف مرحله افقيه. اوكي، هلا بتلاحظوا ايضا على الاوتو تشارتست عندي على الجي بي بي كاد على اليومي دي 1، اوكي، اسندنج تراينجل يعني مثلث، ويتوقعه الاختراق من ميلة فوق والاتجاه الصاعد. بضغط على فيو اللي هو على الاوتو تشارتست، ومن المتوقع انه هلا يفتح الاوتو تشارتست او خلينا نقول رسم بينه الجي بي بي كاد، وبهيدي الحاله بفرجوني هن بيرسموا لحالهم المثلث اللي كان المفروض انه انا محلل تقني يكون دارس وعارف بالمثلثات كون انا عم بعمل له ابلود. اوتو تشارتست لحاله بيرسم لي المثلث وبيكب لي اياه على الرسم البيانه امامي كرمال لا اقدر اكتشف هذه النظريه. هلا رح نشوف اليورو اي يو دي ايضا اذا موجوده على الاوتو تشارتست محمد، اذا لا طبعا نحن بنفتح رسم بين اليورو اي يو دي لنشوف شو ممكن نكون عم نتوقع لليورو استرالي. ولكن من المتوقع ان اليورو بما انه عم بيضعف شوي صغير نتوقع ضعف اليورو استرالي. ليكو الجي بي بي كاد، ليكو جي بي كاد، انا ما عملت شيء، كبست فيو، ضغطت فيو على الاوتو تشارتست. اوكي، بين عندي ليكو الخطوط موجوده هون امامي، اوكي، عاملين هذا المثلث او هذا التراينجل واختراق من ميلة فوق، انه عندي اختراق بريك اب اسندنج تراينجل. اوكي، هلا رجع عندي ريتست او اعاده امتحان، ومن المتوقع عم بقول اوتو تشارتست انه عندي هدف للجي بي بي كاد لمستويات ال 261% اللي هي نتوقع تكمل اتجاه الصاعد لهذا الزوج على المدى الوسط للقصير. فطبعا اوتو تشارتست ممكن يساعد الاشخاص اللي ما عندهم خبره بالتحاليل التقنيه. هلا خلينا نلغي اوتو تشارتست، نعمل اكس ونرجع للأمور اللي حابين نحن نقوم بتحليلها مثل اليورو أسترالي. أوكي، اليورو AUD، خلينا شوي نخفف بعض الرسوم أو التحليل التقنية الموجودة عندنا. نعمل X Delete Indicator Delete Indicator. أوكي، عظيم، صار رسم بياني جديد ونطرنا للتحليل. اليورو AUD، من المتوقع ان من وراء هذا الانخفاض الضخم اللي عم نشهده على اليورو استرالي ايضا
كمان يكون عندي اشاره انعكاسيه عن قريب. ولكن من المتوقع انه من وراء هذا الارتفاع المفاجئ ايضا مقابل هذا الانخفاض الحاد، من المتوقع انه يكون عندي هون اكستنشن على الصوره الاكبر. شو يعني؟ على طول لما نشوف انخفاض ضخم امامنا واذا بدكم اشاره انعكاسيه ومن ثم ارتفاع ضخم ايضا بالمقابل، من المتوقع ان نحن نفكر على انه عندي مرحله افقيه بامتياز ولكن على شكل معين. كيف بقدر احدد هذه المرحله الافقيه؟ لا اقدر احدد هذه المرحله الافقيه، بدي اكبر الرسم البياني. يعني انا هون عم شوف على رسم بياني يومي انخفاض عامل شكل في، وهذا الفيل عم بتكلم عليه هو انخفاض حاد وارتفاع حاد بالمقابل. هيدا بدل على انه نحن بمرحلة افقية، تذبذب افقي ميلة على ارتفاع من الواضح هيك. ولكن لازم ارجع اخرج على الرسم بين الاسبوعي لتبين عندي وتبين امامي هذه المرحلة الافقية. هلأ على الرسم بين الاسبوعي لليورو استرالي، خلينا نشوف شو ممكن يبين عنا. اوكي، بدي لازم ايضا كمان الغي بعض الامور على هذا الرسم البياني، لانه عم قلت لكم عم بواجه بعض الصعوبه بالكود بيس، اصبحت بطيئه شوي صغيره. على كل الاحوال اليورو استرالي من المتوقع انه هذه المرحله الافقيه اللي عم نتكلم عليها واضحه عندي على الرسم البياني الاسبوعي، يليك عن وكم موصولين مع بعضهم البعض. ومن المتوقع طبعا انه هذه المستويات مستويات مقاومه. اوكي، من المتوقع انه كل ما عم نوصل لهذه المستويات عم نواجه بعض المقاومه، وهذه خطوط دعم من تحت. فهذه المرحله الافقيه اللي هي WXYABC من المتوقع انه طبعا نواجه بعض المقاومه قرب مستويات 163 163 20، ونرجع نبتدي بالاتجاه الهابط التصحيحي في البدايه. ما راح نرجع نحن نتوقع مرحله اندفاعيه اذا بتكون، او موجه اندفاعيه، ولكن خلينا نعتبرها موجه تصحية بسيطة لأقل وزيادة مستوى 160، ومن ثم بنرجع بنفكر إذا ممكن نكفي بالاتجاه الهابط. هلأ إغلاق فوق خط المقاومة الموجود عندي على مستوى 163.72 163.75، بهاي الحالة تقريبا ممكن نرجع ناخد إشارة انعكاسية لتكمل الاتجاه الصاعد، ولكن بشك، لأنه على طول هذه المرحلة الأفقية الميلة على ارتفاع. أوكي، بيكون عندي إذا بدكم بهذا الشكل نفق ميل على ارتفاع. أوكي، هذا هو السيناريو، نفق ميل على ارتفاع، هذا اللي عم نشوفه امامنا نحن على رسم ميل الاسبوعي، ومن ثم اختراق من ميل التحت. بكون عم نوصل لهذه النقاط او المقاومه، ومن تحت هذه خطوط الدعم ايضا. فنتوقع من وراء المرحله الميل على ارتفاع او الابورد شانل، من المتوقع الاختراق يجي من ميل التحت او كونتينيويشن ترند. والعكس صحيح، اذا في حال عندي نفق ميل على انخفاض اللي هو يلقب بالفولينج شانل، اوكي، نتوقع انه يكون عندي اختراق من ميل فوق. فهذه إذا بتكون السيكولوجية المعاكسة اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار لمعظم الرسوم البيانية. هذا بالنسبة لليورو أسترالي. أما بالنسبة لأسعار الذهب أيضا، كنت حابب مر وقلكم على أنه ممكن نكون وصلنا لإشارة انعكاسية قرب هذه المستويات، واللي بقدر أكد لكم إياه أنه ممكن يكون عندي إذا بتكون قمة هلأ على المدى القصير، ولازم ناخذها بعين الاعتبار أيضا. فطبعا بدكم تنتبهوا من اشاره انعكاسيه على اسعار الذهب على المدى الوسط للقصير كمضاربه ايضا، انه ممكن هذه المستويات 1288 89 تكون نهايه هذا الارتفاع او الموجه التصحيه وبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط. اسعار النفط بعدنا ممكن ندخل بموجه تصحيه اذا بدكم من وراء هذا الانخفاض الحاد اللي عم نشهده من مستويات 75 لمستويات ال 41 دولار او ال 40 دولار تقريبا. هذه المستويات كانت شبه منتظرة، ولكن هدفنا بالضبط كان مستوى 38. هل يا ترى ممكن أسعار النفط تتلامس مع 38 أو ترجع ترتد من هذه المستويات؟ بعد مش أكيدين، ولكن اللي بنعرفه أنه ممكن نعمل ثلاث موجات تصحية أو تلقب بثري باونس أب أو ثري ويفز أب. فثلاث موجات تصحية بالاتجاه الصاعد قبل ما نكفي اتجاه الهابط، ممكن توصل أسعار النفط لمستوى 48 و 49 دولار بالجلسات القادمة قبل ما نرجع نلتف ونعزز مراكز البيع. انا بالنسبه لي كانت خلصت هذه الجلسه. كنت حابب طبعا اشكركم على وجودكم ودعمكم لي بجلساتنا الصباحيه وجلسات بعد الظهر. انا بجلسه غدا الصباحيه بكون عم مر على معظم العملات الرئيسيه الموجوده عندي ايضا ومعظم الرسوم البيانيه، وبنقدر نستخرج منها فرص استثمار ان شاء الله. انا بتمنى لكم نهار مثمر واكثر من رائع. بشوفكم غدا صباحا، كان معكم محل تكن وجزاف ظهريه من شركه تكمل. الى اللقاء.